لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، طبعا يا جماعة في الحلقة الماضية طبعا عارفين أنتوا اللي حصل، يعني ما حاضرين نعمش. طيب مزمل الفقيري يعني بدعي أنه عالم وأنه كذا وكذا، سألنا مسألة في مسألة فقهية ومسألة في الميراث ما قدر يجاوب عليها، وبتحدى أسي الآن يقوم يجاوب عليها. ما حاجة عادية، بدعي بأنه عالم. طيب يا مزمل، أنا داير تجاوب على المسألتين دي أنا كان ذكرت لك، بعد ده تديني فرصة نناقش. تفضل. المسألة الأولى، أول يا جماعة يا أخي، الكتب دي ما فيها بسملة؟ الكتب دي ما فيها بسملة نهائيا؟ بجوز لك كونها يعني تحطها في الوطن؟ ده سؤال يا جماعة، بجوز؟ يا أخي ما بجوز يا أخي، دي فيها بسملة، وأنت بتعرف المحل ده طاهر أم متنجس؟ يا أخي لا يجوز يا أخي، ما تحط الكتب دي في الوطاء ولا حاجة. أنا عندي مسألتين يا جماعة، داير نطرح المسألة، المسألة الأولى، ما طاهر؟ دي فيها بسملة يا أخي، خلاص. أول حاجة يا أخي الهدوء، عندي مسألتين، مش كده؟ مزمل فقيري قلت له يا هلك هالك، معنا مات رجل وترك، بس انا بعد المسالتين دي لو جاوب اداني فرصه والله يناقش معايا لغروب الشمس، لكن لو انا ما بجايب مشكلته ما بجايب. اثنين، قلنا مزمل فقيري ما كده، كيف يا زول؟ خلاص خليه يحل المساله دي، مش هو عالم يحل المساله. مات رجل ترك زوجه يا مزمل، اثنين جد، ثلاثه اخ شقيقه، ثلاثه اربعه ام. قلنا يا جماعه زول كان يبصر ويسمع وأعمى وأعمي، هل يجوز يكون إمام؟ بس المسألتين دي اللي كان جاوب أنا بجي شنو بناقش معه، لأن إذا كان طرح مسائل ما بيحل، بتكلم في المسائل دي وما بيحل المسائل، أنا عارف. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أول كذبة صوفي، ده أكذب صوفينا قابلنا، بس فاتك اللي اسمه عبد الواحد ذاك، أنت كذاب رقم اثنين. أول كذبة قالها، ما أنا بدلك كلامك من البداية، بعد ذاك نجي لمسائلك وحاجاتك. اول كذبه قال مزمل الفقيري قال انه شنو؟ عالم، عشان كذا قال ندي مساله في الميراث حله. انا حصل قلت عالم؟ لا. كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب. انت صوفي كذاب ومحتال، دي اول نقطه نثبتها، عرفتها؟ هسه انا بكررك الكلام ده ثاني، بكررك النقطه دي ثاني. انا والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ما عالم، ولا بشبه العلماء ذاته، بس بحبهم وبسمع بيهم وبسمع عليهم وبتعلم منهم. في حاجة؟ في غلطنا؟ وأتمنى أكون لما نموت أطلب العلم، لما نموت وكل الطلبة دي نتمنى لهم الخير. ده ما في حاجة، ما في حصل زول من أخواننا، خلي أنا ما في حصل زول من أخواننا ديل قال أنا عالم، ولو واحد منهم قال عالم بنرد عليه ونعمل ركن رد على أخونا ذاته. عرفت الحتة دي؟ أنت لابد تفهم يا صوفي، أنت لابد تفهم. قلل أكل الدغمة شوية عشان راسك يتفتح، تفهم؟ عرفتها؟ طيب ده واحد، دي ما بتاعت الصوفية. نمرة اثنين، قال الواطدي النجيسة، عرفت كيف؟ قال الكتب ما يخطوها تحب. الواطدي طاهرة، اديك الدليل، داير الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص شوف زول يقول لك قال رسول الله ما يسكت، ويجي يتهمنا نحن يقول ما بنحترم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا كذاب يا محتال، انت لو بتحترم الرسول لما يقول لك قال رسول الله مفروض تخليش، لو بتاكل تكيف تاكل السم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. حديثه صحيح ولا ما صحيح؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح. يعني الان لو ما في مسجد ممكن نصلي هنا ولا ما ممكن؟ ممكن نصلي يا صوفي، عرفت؟ الا انت مش يصلي بالشكنيبه ولا طير اي حته، نحن بنصلي هنا، لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال وجعلت، قال أعطيت خمسا، دي بداية الحديث. رواه من الحديث؟ البخاري. تفاضي من الشكينيبة، رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، وذكر أشياء أربعة، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورة تتطهر منها إذا ما في موية، تتيمم منها، عرفتها؟ وصلي فوقها،
تصلي وتخوت نخرتك دي اصوف في التراب ده. طيب عرفتها؟ المسألة البعدية قال انا بسألك مسألة في الميراث وما جاوبتني، الله اعلم. روى البخاري في الصحيح، افهم انت لو بتفهم، روى البخاري في الصحيح عن جابر ان رجلا عفوا اتى الى جابر بن عبد الله وقد افتى الرجل فتوى باطلة، رجل ما من الصحابة، افتى فتوى باطلة، فقال جابر يا احمق يا احمق، ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم. من العلم، من علمك انت ودلالة على انت ذول متعلم، انك تقول للحاجة اللي ما تعلم شنو؟ الله اعلم. الصوفي من زمان دارني اقول الله اعلم عشان يعمل جوطة، الله اعلم. اديك تاني، الامام مالك جاء الرجل وحكاه الشيخ الفوزان، الشيخ العلامة الفوزان، انت ما بتقدر عليه، الشيخ العلامة الفوزان حكى القصة دي في شرحه لكتاب التوحيد. قال في رجل سافر من اهله 4 أو 6 شهور، راكب الناقة بتاعته جاري 6 شهور، اهله ادوا 4 أسئلة وقيل 40، للاربع اسئلة للامام مالك. سافر وصل المدينة 6 شهور جاري، وصل لقى الامام مالك قال لي انا سافرت 6 شهور وحرجع 6 شهور، عندي 4 أسئلة أو 6 أسئلة من اهلي. قال لي هاتي الاولى، جاب له وقال الله اعلم، ده منو؟ الامام مالك. قال هاتي الثانية، قال الله اعلم. الرابعة، قال الله اعلم. الرجل استغرب، اتيتك منذ 6 أشهر وتقول الله اعلم؟ الامام مالك قال لي اصعد، اصعد الى فوق ذلك الجبل من جبال المدينة، اطلع فوق وقل. قال الامام مالك لا ادري، سمع المدينة كلها. هاي دقيقة بنديك. النبي صلى الله عليه وسلم ها طيرت الحديث من رسول الله.